سفاحون ومجرمو حرب لم تسمع عنهم من قبل. لوسيان دو مونتانياك ينتمي لعائلة عسكرية، وهو من مواليد 17 مايو 1803، وهو أحد أعظم المجرمين في فرنسا الاستعمارية في القرن 19. بعد انتفاضة الجمهوريين في باريس في يونيو 1832، والتي قمعها لوسيان بشدة، تم إرسال الكابتن مونتانياك إلى الجزائر عام 1840 بعد احتلالها سنة 1830، وتم تكريسه مع كتيبة في وهران والعديد من مناطق الجزائر لتبدأ كتيبته القتل الوحشي للجزائريين. إليكم رسالة أرسلها إلى ابن أخيه يشيد فيها بالفظائع التي ارتكبها مع قواته ضد السكان الأصليين. نحن مستقرون في وسط البلاد، نحرق، نقتل، ننهب كل شيء في طريقنا. لا تزال بعض القبائل تقاوم، لكننا نطاردهم من جميع جهات لنأخذ زوجاتهم وأطفالهم وماشيتهم. أما بالنسبة للنساء فبعضهن يحتجزن كرهائن، والبعض الآخر يتم استبدالهن بالخيول. هذا صديقي العزيز، كيف أشعل الحرب على العرب؟ أقتل جميع الرجال حتى سن 15 عاما، خذ جميع النساء والأطفال، حملهم في القوارب، أرسلهم إلى جزر ماركيساس أو أي مكان آخر، ضع حدا لكل ما لا ينكسر عند أقدامنا مثل الكلاب. في رأيي يجب هدم كل السكان الذين لن يقبلوا بشروطنا، يجب أخذ كل شيء ونهبه دون تمييز في العمر أو الجنس. يجب أن لا ينمو العشب بعد الآن حيث وضع الجيش الفرنسي قدما. لكن نهاية هذا السفاح كانت على يد رجال الأمير عبد القادر في معركة سيدي إبراهيم في 23 سبتمبر 1845، ونعته الصحف الفرنسية والأصدقاء لأنه باختصار كان بطلا في أعينهم، لكنه سفاح في أعين التاريخ.